الاهلي بيحقق انتصار غالي ليه النهارده على المقاولين العرب بنتيجه 2-0. خلينا اكلمكم على كواليس لقاء الاهلي والمقاولين العرب كده في البدايه. قبل بدايه اللقاء يعني المراقب اللقاء النهارده طلب من احد مسؤولي الاهلي الموجودين اللي هو يطالب باللاعيبه بالخروج كده، لكنه اتكلم معاه لسه في وقت باقي للتسخين قبل بدايه اللقاء، كان فاضل لسه ثلث ساعه كده واتكلم معاه قال له يعني سيبنا كمان 5 دقائق. بدا بقى النهارده يعني دكه الاهلي اول لما يعني بدايه اللقاء كده دكه المقاولين العرب كانت كويسه جدا اللي هي تروح وتسلم على كل دكه الاهلي النهارده. كابتن يعني اكتر من حد من دكه المقاولين راحوا وسلموا على لعيبه الاهلي البدلاء اللي كانوا موجودين النهارده قبل بدايه اللقاء. الوضع كان شادد جدا، جمهور الاهلي على طول بيساند احمد الشيخ النهارده بهتافات اول لما نزل كده سقفوا له. لكن النهارده بقى لو اتكلمنا على اجواء اللقاء، كابتن عماد النحاس اللي ما وقفش كتير النهارده على الخط كان منفعل على طول وكان على طول بيطالب لعيبته بالضغط على الاهلي كده واقف على طول بينادلهم وبيطالبهم ان هم يضغطوا على لعيبه الاهلي. كان واضح القلق والتوتر على كل دكه الاهلي، لكن النهارده بقى حصل الاعتراض القوي جدا من كل دكه المقاولين العرب. اول لما جه الجون الاول الاهلي كان في حاله غضب على كل دكه المقاولين. الكابتن عماد النحاس راح كده للحكم الرابع وقعد يقول له الكره من اول فاول. كان في اعتراضات كتير بعد الجون، كان في حاله من السعاده القويه بقى اللي كانت ظاهره على كل يعني جمهور الاهلي المتواجد في المدرجات. اما حد الدولي بقى قام كده وبدا بقى يعني يحتفل مع كل الناس وبدا هو اللي يقود الهتافات في المدرجات النهارده. حاله من السعاده اللي كانت باينه على امح وكانت باينه على كل الناس اللي موجوده النهارده. لكن النهارده الى حد ما بان حاله الاعتراض ديت على دكه المقاولين اول لما انتهى الشوط الاول. راحوا واتكلموا مع الحكم وبداوا اكتر من حد من جهاز المقاولين راح يتكلم معاه كده ما بين الشوطين وهو خارج، وقعدوا يقولوا له يعني الكوره من الاول جون الاهلي من اول فاول. والشوط الثاني بقى كان باين القلق على جمهور الاهلي اللي كان من وقت للتاني بيبدا بينادي كده على لعيبته ويهتف عايزين شويه رجوله بنلعب على بطوله. كان واضح بقى الصدمه القويه على كل مسؤولي الاهلي او على كل دكه الاهلي اول لما طرد كده النهارده ربيعه. كان واضح ان هم مش مصدقين طرد انفعال قوي جدا ظهر على كل الجمهور اللي بدا يهاجم الحكم واللي غير غضبان جدا من واقعه الطرد. لكن لحد ما النهارده القلق ده برده كان باين على كل يعني بدلاء الاهلي اللي كانوا بيسخنهم واللي فضلهم هم واقفين كده بيسخنوا بيتابعوا بقى الكور او الهجمات والفاولات كده اللي كانت بتيجي للمقاولين العرب على شاشه استاد السلام. لكن النهارده بقى اول لما جه جون بقى الثاني الاهلي حاله سعاده قويه جدا ظهرت على كل المدرجات. كل الناس اللي في المدرجات بتحتفل بشكل قوي جدا. أمح الدولي قام واحتفل بشكل قوي، كل الناس احتفلوا كان باين عليهم السعاده. لكن السعاده القويه برضه كانت باينه على دكه الاهلي اللي كان عاجبهم بقى جون يعني وليد سليمان جدا واللي احتفلوا بشكل قوي وبدا يعني مساعد فالر كده احتفل وكان باين عليه السعاده. لكن النهارده بقى طبعا اللحظات الاخيره كده كان باين الشد على دكه المقاولين العرب والقلق والغضب كان باين على لعيبه المقاولين العرب اللي خارج الخطوط كده اللي كانوا باين عليهم الحزن القوي جدا. لكن في النهايه كده يعني اول لما انتهى اللقاء على طول الكابتن عماد النحاس راح وسلم على الكابتن سيد عبد الحفيظ كل جمهور او اكتر من حد من الناس اللي كانت متواجده من مشجعي الاهلي النهارده اللي نزلوا الملعب على طول كده وقفوا وتصوروا مع كهربا وبداوا يطالبوه بالتقاط الصور التذكاريه. الكابتن سيد عبد الحفيظ على طول كان حريص جدا ان هو يروح ويقف يعني مع حكام اللقاء كده بعد نهايه اللقاء ويتكلم معاهم يعني عن واقع طرد رامي ربيعه. النهارده طبعا حاله سعاده قويه بتظهر على كل على كل جمهور الاهلي اللي هتفوا من لعيبتهم بقى افريقيا يا اهلي بعد نهايه اللقاء وبعد ما اللعيبه كده جت تخرج. يعني النهارده حاله سعاده بتظهر على كل جمهور الاهلي وبيعيشها كل مجلس اداره الاهلي وكل يعني الجهاز الاهلاوي كده النهارده بعد الفوز على المقاولين العرب بنتيجه 2-0. مليون مبروك للاهلي وجمهوره وهارد لك النادي المقاولين العرب.